الزعتر ماشي هو الزعتر. ماشي هو الزعتر، طيب مزيان. اي معلومه غادي مزيان سولتيني هذا السؤال هذا، عرفتي علاش انا قلت لك وقفت عندها؟ حيت فعلا ان الزعتره فيها ماده والزعتر فيه ماده. طيب يعني الزعتر فيه لو تيمول والزعتر بلوتو لوريغون فيه الكورفاكرول ولو تان اللي هو الزعتره فيه لو تيمول. والزعتر حار على الزعتره. اكيد اكيد، ولكن الكورفاكرول خصنا ناخذ واحد الحذر في الاستعمال ديالو، اما التيمول فهو من المواد المفيده جدا ونقدروا نهضروا عليها كذا. تاثير كثره استعمال الاعشاب على الكبد، موضوع حلقتنا اليوم من برنامج لكل اسره رفقه الدكتور عماد نظام. دكتور عماد، قبل ما نفاصل توقفنا. نعم. السؤال ديالي كان على ثلاثه ديال المواد اللي كنستعملوهم بشكل كبير جدا. الجوزه. الجوزه. المسخن والزعتر، علاش والزعتره؟ حنا قلتي بانه كاين اختلاف ما بيناتهم بجوج، علاش انا ركزت على ثلاثه؟ لان كنستعملوهم في المطبخ ديالنا المغربي، كنستعملوهم في الشيوات ديالنا وبعض الخطرات اكثر من القياس. نعم. فواش عندهم شي خطوره؟ اكيد عندهم خطوره، انا الا قلت لك جوج جوزات كيقتلوا انسان بالغ. غادي تكون القضيه صعيبه شويه. والجوزه راه كنستعملوها مره في الاسبوع حتى جوج المرات، حيت كاين بعض الناس اللي كيطيبوا بها بزاف بحال المشارقه كيستعملوها بزاف في البهارات ديالهم، وهي عندها خطوره لان الكوزه فيها 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 فيه بعض المواد، خاصه داك الزيت الاساسي ديالها هو من المواد اللي كتكون سامه للدماغ. اذا نيورو توكسيك، انها كتعطينا واحد التاثيرات على الدماغ ديالنا، ولا لاحظتي انها من الانسان كياخذ الكوزه كيدوخ. دونك هنا اكثر من القياس. اذا هنا كنشوفوا التاثير ديالها على الجهاز العصبي، العصبي. وانها كتاثر لنا علاش هذوك لي ريسبتور ديال السويله العصبيه كتاثر عليهم. انها ما كتخليش السويله كدوز بواحد الطريقه منتظمه. في بعض الحالات انها كتكبح، يعني كتحبس لنا ديك السويله العصبيه، داكشي باش الانسان كيحس بواحد الارتخاء، كيحس براسو بالدوخه، ولكن هادشي عنده اعراض جانبيه من بعد، خاصه الكوزه الا كنا غادي نخلطوها مع ادويه اخرى. فالا خديناها مع ادويه ديال الضغط تقدر ترفع لنا الضغط ديال الدم، إذا ما كتوليش كداوي كتولي كترفع لنا الضغط ديال الدم. خدينا مع الادويه ديال الداء السكري، فهي كترفع من القوه ديالهم خمسه ديال المرات. الانسان الا كان شرب شي دواء ديال السكر وشرب معاه خدا معاه الكوزه، فكيلا طلعت ليه الفائده، الا طلعت ليه القوه ديالو خمسه ديال المرات حتى سته المرات، اذا كيطيح السكر اكثر من القياس ديالو، هنا الانسان كيدخل في ان كوما، في بعض الحالات الانسان يقدر يموت. فهادشي كلشي فيها مخاطر. الكوزه ما نعطيوش لوليداتنا اللي قل من 10 سنين، هذه من المواد اللي ما كتعطاش بحالها، بحال اللي غادي نشوفوا زريعه الكتان. اذا قل من 10 سنين ما خصناش نعطيهم الكوزه، لان الكوزه كتاثر لهم على الدماغ ديالهم بواحد الشكل كبير، خاصه الا كان كياخذها في الوجبات وطول فيها كيمكن تعطيه التخلف الذهني. ان الانسان ما كيبقاش عنده واحد الذكاء معين، كيولي الانسان بحال ما كيبقاش كيستوعب بزاف. فهاد المساله خصنا